عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مش دي منزل ابو الغطريف يا بيه من اعيان المحموديه مركز البحيره؟ عاوز حاجه؟ انا شعبان قريبه من محموديه مركز البحيره بجوار الاسكندريه. يا حنن يا حنن يا جدع، انت شايفني بقول لك لله؟ بقول لك عايز ابو الغطريف. كسيبه يا محمد، خليه يخش، هو خاص علينا حاجه؟ اتفضل خش. السلام عليكم. ابو الغطريف بيه فين؟ ابو الغطريف، ابو الغطريف بيه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازيك يا ابو الغطريف؟ اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا بيه. اهلا اهلا وسهلا، اهلا اهلا وسهلا، اهلا بيه. والله يا ابو الغطريف بيه انا فرحت لك من كل قلبي لما عرفت لك انهم رجعوا لك فلوسك وممتلكاتك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انما اقول لي يا ابو الغطريف، حاجات كتير رجعها لك. ايه يا بختك يا عم، عين عليك برده، انا يالك. بس ايه رايك انهم طلعوا جدعان في الحركه دي؟ اهو برضه تلحق تتهنى بفلوسك قبل ما تموت. فلا الله ولا فالك. بعد الشر عليك يا عمي. اهلا وسهلا. عارف يا ابو الغطريفي، بقالي كتير قوي ما جيش اسكندريه، من ساعه ما كنت جيت اقدي في مكتب التنسيق. انا كنت عايز اخش الجامعه. جامعه ايه يابا؟ 48% دخلوا جامعه. انتوا كنتوا بتشربوا شربات. انت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي، قريبنا من بعيد ده. اه لا، زي ابوك يا شعبان. ابويا مين بقى؟ ابويا ما خلع من زمان الله يرحمه. انتوا مش كنتوا بتشربوا شربات؟ ما تجيبولي شربات. حكمان يا ابو الغطريفي احب قوي جامد حقيقي، مفيش مناسبه تعدي الا لما اقوم بالواجب. حد يموت اروح اعزي، حد يعي اروح ازور، حد يتقتل اروح اشهد. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طيب يا شعبان احنا متشكرين. العفو، ده واجب علينا. فانا بقى يا ابو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحموديه. وانا ايه بقى يا شعبان؟ نعم قلت لك احنا متشكرين. وانا بقول لك العفو. فانا بيه بقى بيه تعبان وعاوز يستريح. ما هو قاعد مستريح اهو. معلش برضه يعني امشي؟ تعيش ونجملك. طيب طب انتوا مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزه ولا اي ميتم، اه يا بيتغدى يا بيتعشى. ده سفر يابا، ده انا جاي من المحموديه لغايه هنا. ان شاء الله في المناسبات السعيده. ما هو مناسبه سعيده اهي، ولا دي مناسبه منيله بديل؟ وبعدين معاك يا شعبان، قلنا لك البيه عايز يستريح. طيب خلاص، احنا برضو يهمنا راحه البيه. ما نلزمش اي حاجه من البلد يا ابو الغطريفي بيه. متشكرين يا اخويا. طب يا سيدي، ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام عليكم. انما الشربات ده على الريحه ولا مظبوط؟ بس حلو. سلام عليكم. سلام عليكم. اعذره يا سعاده البيه، ده ولد غلبان. ولا غلبان ولا حاجه، وجع لنا دماغنا. على فكره يا جماعه، انا لازم اتغدى، ميعاد غدايا جه. وماله يا عمي؟ ايوه، وانا على فكره برضو باكل مسلوق، والدكتور منادي عليا كده، والبنت عندي هنا بتطبخ على قدي. ربنا يديك الصحه يا سعاده البيه. وفي هنا مطعم قريب قوي من الفيلا، انما رخيص قوي. عارفين يا عمي. مع السلامه. على فكره ما تنسوش تقول لهم في البلد ان انا جاي قريب علشان يبقوا نظفوا لي البيت. حاضر يا استاذ. حاضر. مع السلامه. زينب رحت يا جامل نشروا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت بفلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتمشي مني جزمه اليتيمه دنيا. بالحق قبل ما انسى. نعم ابوي. اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه؟ انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزم. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. ابويا مستنيك النهارده.
يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ واني في ديك الساعه لما اجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه، طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كملنا في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب 6 جنيه وربع، وربع اللي يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخويا، روح اشتري جزمه نص عمر. ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. ممكن اروح له بزنوبه؟ طب رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان، ما تجيبي قبلي وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. ما تقول حاجة يا ابني. هقولها يا عم، لا اله الا الله. انا عندي فكرة انك زميل زينب في الشغل. الاصلاح الزراعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. هقول ايه يا عم؟ انا اصلا حضرت قبل كده مياتم وافراح وطهور، انما اول مره احضر خطوب وما اعرفش هما بيقولوا ايه. قول اي حاجه يا ابني. اقول اي حاجه؟ هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شيطانك. الله يجازي شيطانك انت كمان يا عمي، عشان شياطيننا احنا الاثنين يجوزوا بعض. حلوه حلوه. على كل حال يا ابني، ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه، خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عمي؟ هو انا هتعين في الحكومه وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات يعني الشبكه والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي انت محوش كام؟ ليه؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز؟ شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 سنت. تقوم تقولي محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بدت خلاص دلوقتي. هتتمسك بالحاجات دي وحياه النعمه دي، بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها، حد لاقي هيسالني يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا. انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه. جه ابويا مات وامي ماتت بعديه. الراجل صاحب البيت طلع نادل، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني. بس انا دلوقتي قاعد في اوضه، انما ايه؟ حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما صحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عند اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب بنقعد في اوضه. هي شقتك كم مطرح يا عم؟ يلا انت اهو، يلا يلا يا بره. يلا كم اوضه ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحه. ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه يعني لما اقعد معاك؟ ولا اتبنيت منها على حظ انا؟ دي احنا يا ابني ساعه الصبحيه بنقف على دوره الميه طابور ولا طابور الجمعيه. طب ما تعمل قطوع في الصال. هقول لك على حاجه، انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني، اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقه. عندك شقه؟ ايه اللي شقه؟ شقه؟ هو انا سمسار ولا عريس يا عم؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. اتفضل. طب يا عمي بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه كده برضو تكسفني يا عمي. مع السلامه. طب يا عمي، طب يا عمي، مع السلامة.